الجهة الأخرى. باولو مالديني يشتت الآن، محاولة لرد الخطورة، تحول سريع في الملعب. مارتينيز يحولها للجهة اليسرى، عرضية من كوكا. يا سلام على الرشاقة، سرعة ردة الفعل، انتباه لكل كرة في الملعب، استغلال الفرص، هذا أمر كبير جدا. بيلينغهام، دي بروين، تدرج كروي رائع، تمريرات سريعة وقصيرة، لا يمكن. صامويل إيتو، جول بين الشوطين. ميلان تقريبا كان يلعب وحده، عديد من الفرص، التسديدات، المحاولات، ولكن يلا جول. كرة في، استغل هذه الفرصة ليونيل ميسي.